أرقام وصفت بالمرعبة والخطيرة سجلتها مديرية الدفاع المدني في النجف لعدد الحرائق منذ بداية العام الجاري هي الأعلى منذ سنوات، فأكثر من 2300 حريق التهمت نيرانها العديد من المنشآت فحولتها إلى رماد فضلا عن وفيات وخسائر مادية كبيرة. تحديد النسب لعدد الحوادث ونوعياتها وأسبابها، السبب الأغلب والأعم كان هو التيار الكهربائي، التماس الكهربائي الداخلي، وتعددت النسب البقية في موضوع الحرائق العمد والمسببات الأخرى. بلغت عدد الحوادث حريق لعام 2022 2300 حادث حريق في عموم محافظة النجف الأشرف، 8 وفيات، 5 إصابات نتيجة حوادث الحريق. أيضا خلف هذه الحوادث عشرات الخسائر بالمليارات نتيجة حوادث الحريق. أكو بعض المشاريع تستجيب لإجراءات السلامة والوقاية من خلال تنفيذها اللي يتم تزييم لحظاتها من قبل الدفاع المدني، والبعض الآخر لا يستجيب، لذلك يتم حالته إلى اللجان الخاصة، اللجان القانونية. إهمال أصحاب المحال التجارية والمجمعات والمخازن في توفير وسائل السلامة واستخدام مواد لا تصلح للبناء المعروفة محليا بالساندويتش بنال تسبب باتساع أرقام الحرائق والخسائر بحسب متخصصين، دعوا إلى المزيد من الرقابة الشديدة للحد من تلك الحوادث التي قد تتكرر ما لم تكن هناك معالجات جذرية. حقيقة هذه الحرائق تولد أضرار جسيمة جدا من الناحية الاقتصادية. أولا راح تجعل من البيئة تكون طاردة للاستثمار، وبالتالي راح يتأثر الاستثمار بالمحافظة. يجب اعتماد كل الأساليب اللي يطرحها الدفاع المدني وقوة الدفاع المدني من حيث البناء وآليات البناء وجودة البناء، من حيث أماكن تواجد هذه المناطق التجارية، فرض شروط على المستثمرين بتوفير وسائل الأمان من إطفاء الحريق. من الآن كثير من العالم تطور، أصبح في داخل البنايات وسائل إطفاء حريق إلكترونية موجودة. قانونيون من جانبهم أكدوا ضرورة تعديل المادة 20 من قانون الدفاع المدني لرفع قيمة الغرامة والإغلاق التام بحق أصحاب المشاريع والأبنية المخالفين حتى تتوفر فيها شروط السلامة الموصى بها. وما يفاقم من مشاكل الدفاع المدني قلة عدد رجال الإطفاء على الرغم من كثرة المناشدات بفتح باب التطوع، بالإضافة إلى قلة الدعم المالي للمديريات وأجهزتها وطواقمها. من النجف محمد رزاق، التغيير.